باش يسوا الاول والبلد جاي الاولى والتراقيط ولاش مشتيش، في حين احنا درنا اجتماعات كثيره ونقاط كثيره داولنا فيها وخدينا مقررات فيها، لكن لا جواب فالباب غير علما اخواني الاخوات المحترمين. بغيت نعطيك غير واحد الاشاره، رجعت المقررات اللي خدم المجلس من 2016 حدود الساعه، عندنا ما يقرب ردين او ثلاث ردين من الجهات المسؤوله حول المقررات اللي تم اتخاذها. الاهمالات او تسميوها احنا في اللغه ديال القانون او في لغه التعبير الانويه، الانويه القزيريه القصديريه المتاخمه او المحيطه بالمدن، تيولي مالات الناس اللي تلعبوا بالبقاع، تبيع بقعه مثلا في المدينه او لا، وتتكون شي قريه او شي دوار مجاور ديك المدينه وتمشي تبني فيها وتسكن فيها، وبالتالي تتكون عنده الاستغلال البعيد. من السلطه او الدوله تفكر على انها تدخل هذه القرى المجاوره للمدن باش تحارب، اولا هو توسيع القريه، باش ما توسعش تولي تاهي عاوتاني مدينه بدون صفيح، تدخل المدينه باش تولي مراقبه ومحضيه باش ما توالدش فيها البقاع، وثانيا باش تتاهل وتكون تتماشى مع النسيج الحضاري ديال ديك الجماعه الحضاريه اللي الاخوان اللي جاو الجلسه ديال الدوره. وشكرا للصحافه اللي تواجدنا معنا، شكرا للجميع. اولا المشكل ديال التعمير في مدينه سيدي حيدر الغرب فهو مشكل عويص. اولا المشكل ديال التعمير فهو كان مترتب على الجماعات تقريبا هذه 20 سنه، ودائما تدخل العلاقه ما بين المجلس والمسؤولين علاقه ديال من تحت الطاوله، هادشي معروف من تحت الطاوله. المجلس مجالس داست خلات هذه المدينه كانت تتعامل تحت الطاوله مع الامراء، وهادشي واضح معروف انه كان المجلس كاين ديال سابقا ما يدارش هذا المشكل ديال البنيه التحتيه اللي نسمعوا فيها، كانوا مجالس كانوا تيتعاملوا مع العمران بواحد الطريقه اللي هي صحيحه، وبالتالي ما كانوش تيتحملوا المسؤوليه ديالهم، وهذا الشيء دازا المواطنين مساكن ولا عندهم التعامل. ثانيا عندنا الناس اللي ريبوا من المنطقه الفرديه وريبوا شهر جوج، صراحه لحد الان ما باقا في الكره، والعمران لحد الان ما فتحتش لنا الشطر الثاني والثالث، الناس بقى كاريه وجائحه كورونا والناس مكرسين ديال بصح، وللاسف ان العمران تتشد الرمله ديال البقاعي وتتعمر بهم الشرطيه ديالهم. وانا تنتحمل المسؤوليه، عندي فيديوهات ودرت فيديو تما تتهز الرمله من البقاعي ديال المواطنين وتتصور بهم الشوارع ديالها. لحد الان ما تفتحت الى الشطر الثاني ولا الشطر الثالث، وهذا العمران بواحد الطريقه ديال العمل تما تقيله بزاف، لان بحال ما كايناش الشركه تتخدم بواحد التراكسات قدام، يعني وتحدى اي واحد يقول لي كريميس استعمل ورشه ديال الوكاله تحاول تسموا اكاديم، كريميس ما تهضرش معاه انا حاليا ما تهضرش معاه منذ عام وصغر ما تهضرش مع كريميس، ولكن كل واحد نعطيو حقه ما نقولوش فلان دار دور شرطي وفلان دور شرطي. دار الدراسه في 2011 وكالة حقوق السابون طبقتها في 2016 2017 على المجلس، وبالتالي اي مجلس ما يقدرش يتحدى وكالة حقوق السابون. وشكرا لكم. بصراحه بالنسبه لي انا ما بغيتش نستوعب كاع وشلت هي هكا باقا مطوطه، اذا كان باقي عقلي في الفريق ايقاف تراخيص البناء لدوار الشاطي ودور المخزن ودور الكربون. وانا لا كنا كنتواجدوا بالمعارضه ولا واحد المجموعه ديال الاخوان اللي عندهم بيراكو من تجارب ماركو، كنا عارفين المشاكل اللي غتتخلف في هذه النقطه. ونبه الاخوان انا دائما اللي كانوا في اغلبيه هنا وراه المشاكل اللي غتوقع، وكنعرفوا احنا دوار الشاطئ عندهم اعاده الهيكله، وتنقول اعاده الهيكله يعني الانسان كيبني في بلاصتو، كيدير رخصه كيدير بلان كيبني، وبالتالي بحال واحد الجزئيه تما كتعود مداخيل كثيره على الماليه ديال الجماعه، وفي نفس الوقت
الناس اللي في الدول الشرقية تيحسنوا المحيط ديال العيش ديالهم. كذلك مثلا بالنسبة لدول بوزن ودول كركوك اللي عندي انا عندي عائلات السيد الرئيس اللي دابا ما كاينش لا ريسبسيون وكاين تما مشكل داخل دوار درعا خصكم تسكن. المشكل الاخر شنو هذا؟ راه عار وعين عار وعين انكم تجيبوا كطلبوا على اساس انكم غندوزوا هذاك الشيء وخليك في ديك الحاله هكذاك الناس راه حتى تنزل على النعله في طريقهم راه عار وعين. المشكل ديال الزيعه ديال الحرامه تمن صوت وتمسنا مدينة تبلات ورحمة ما قامت تبلاش راه عار وعين وتمسنا مدينة تبلات جديدة وتمن صوت مراكش وهذا الحرامة واحد شوية تعرف ما تدوش تبلوها دوار الشرقية أقدم دوار في سيناتيا ففي المغرب 1917 الحشومة كل مرة يقولوا لهاد الناس واحد تيبغي يبني تيقولوا له حكا غنديروا الإحسان نعاودوا ثاني راه عيب. نجل السيد مدير العمران حول الوحدة جوج الشرط التالي مشكل في بعض الوقع حول ربط شبكات المياه العادمة إلى الوحدة جوج حول تبوع الأشغال من طرف المصالح التقنية بشهرين 18 و 51 مع العلم ان ال 51 راه شكوشي السيد الباشا تبع هذا الملف فاش تولي دخلت في التروطوار ديال المطار الحرام والمجلس مطالب بتسليم الاشغال اقرب وقت. السؤال الثاني حول الدعوه المقدمه من طرف المجلس لازاله الدوار الحرام حيث فجعت المرسالة حيث فجعت المرسالة الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر الحرام زيارة وعيدة هي استغلال شركة عمران الهلال في عيدة في أشغال ديال الطرقات هذه النقطة هذه كان ما يديرش عليك هذه ما تصير ليا ولا تدخل عليك شي شيء ماشي زيان تتبع وتنطلق كاع باش تكون شي لجنه تصير حقائق ولا شي لجنه جهويه ولا محليه رحم الله المجلس وجميع عرف المشكل ديالها وكما قال السي الدراري مجموعه من المشاكل عندها علاقه اساسا بالله بما فيها الحرب لان رحم الله الخصوصيه لحد الان من 2015 ل 2016 مازال ما تسماش حتى شي كونفونسيون وبغيت باش تبليكم واحد الحاجه من حسن النيه ديال العمران هي ان خدمات فرحان لا كونفونسيون وخدمات في الوحده بدون ان يكون التيران سميتها حيت الان حنا نخدموا في الوحده التيران مازال ما سميتناش كاين وزاره ديسيسيون دي بي في ولكن واش شي تحكينا حنا مازال لانه باش ناخذوا الفونسي مرتبط مباشرة بالدوار الحمراء والكونفونسيون دابا راه مقر على حدين جيري راه مقر سيناتور راه بزيز ولا السلطات المحلية ولا المحلية على زيارة كاملة ممكن مجموعة من المشاكل الأغلبية ديالها تخص قرار الوكالة الحضارية ووكالة الحوض ما يخص برشا سعيد في الرخص البناء المهم على أي المهم مجموعة من النقاط باش نحاول ان نجاوب على الاسئله والتساؤلات ديالكم نجاوب بيان سور نجاوب على المسائل اللي عارف ديالها حاجه اللي تخص ليستوري باش على العلاقه الدائره في المغرب باش يكون اكثر المهم مجموعه من النقاط اللي شفتها فيما يخص مثلا ثمن الوحده بدل وحده بدل فاصل كما قال سي جيلال سي جيلال تاثيرها مرتبطه بإنجاز الأشغال بكافة الجيوش. لحد الآن حنا جوج فاز دو راه تريسيبسيونال بارسيال مجزاة يعني البقاع ديال روكاتو مازال فيها بقاع أخرى ديال بريباسيون مازال فيها ديزيكيبمون يعني لم يتم تجهيز لكل ديال التجزئة وتسليم المستحقات مرتبط بتجهيز لكل ديال التجزئة شي قافية يعني كاين مازال ديزوبسات
بالنسبة لواحد النقطة ديال السيد عوض ديال شارع سيفلت، شارع سيفلت أنا تفضلت معكم، كاين مشكل كما أنه داز هذاك لي زوبيزيل، حنا كشركة عمر وشركة دقيقة الأشغال راه وصينا أن كل السيمانات تقيس هاد الكومباكسيون طوزين تما باش ما يبقاش مشكل في هاد الطونشي، علاش؟ حنا عندنا واحد أونكاجمون مع الجماعة. أن شارع سيفلت ماشي غادي نديرو لا ريفيكسيون ديال الترونشي، غادي نديرو ديال الطريق ديالنا، ولكن عندنا مثلا مشروع آخر ديال الأصابع الشهور، اللي يجي من الصوت يمشي للطريق ديال الأخضر، واش دابا غادي ندوز لوروبي تما ونعاود نمشي للأخضر، دابا المشروع راه الوصيلة المشروع زعما المارشي راه توصف أفون كونفيمون، جا الوقيتة ديال الكونفيمون تحتاج برنامج ديك الساعة اللي كنمشيو للأخضر. شهر 16 في الشيوط عاود شهر 8 في الشيوط دابا عاود كونس ما جات حتى شركة ما عرفتش صراحة ممكن أن تكون تطلع قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.